J'aime, je partage. Ah, شوي جي الحبة، شوي كتعجبني هاد الفقرة هادي. سياد تيسكال. الحب 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 والبطول بحر. يم 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 يم. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. يلا سيدي نمشيو معكم، نتخاصموا معكم ربعه ديال الخبيرات كيف كل صباح. غادي نتكلموا على المغاربه العالقين بالخارج واللي بداو كيدخلوا بطبيعه الحال. غادي نتكلموا على لانيولاسيون او لا الغاء الزياره ديال الملك الاسباني اللي سبتهم ليليا. غادي نتكلموا كذلك على بوتين والاستفتاء اللي دار في روسيا، وغادي نتكلموا على فينيز اللي رجعوا لها ريسبكتاكل. فوالا لي سال دو سبيكتاكل دوك يحلوا. دونك نبداو بالخبيره الاولانيه اللي كتهم المغرب بطبيعه الحال اللي عالقين على برا 200، ونعطيكم لو شيفر اكزاكت باش ما نقولوش حوايج اللي ما كايناش. فين كا اثرف الليلي اثرف الليلي. كنقلب على واحد لو شيف ما عرفتش فين مشى ليا. شتي 278 مغربي من دول الخليج تم الترحيل ديالهم مؤخرا ودخلوا بحالتهم لبلادهم. وكنشوف انا هاد لوبيرا، لانه لوبيراسيون بطبيعه الحال معقده، ما يمكنلكش تدخل كل شيء تلقاه وحده، خصك توجد لهم فين يريحوا فين يسميتوا فين يديروا الحجر الصحي، لانه عندهم 9 ايام ياك سي صا ديال الحجر الصحي ملي كيدخلوا. دونك فين غادي يجلسوا، شنو غادي ياكلوا، شنو غادي تشوا، بزاف ديال الحوايج اللي سميتو. مي الرقم راه واخا هكاك مازال ضخم، راه مازال تقريبا شي 20000 مازال واحده ولا اكثر. دونك نتمنوا ان هاد الدوسي هذا يتم التسريع ديالو واحد شويش، ونشوفوا ان شاء الله ايام زوينه ان شاء الله قريبا. وفوالا سي لهاد الناس هذوك حتى هما كنقولوا فوالا الصبر، غالب الله راه ما عندكم ما ديروا، سي على حال استثنائيه. ما عندك ما دير. وي كاين بزاف ما يدار، مي فوالا راه غاديين على حساب الامكانيات. اون توكا هادشي اللي كتقول وزاره الخارجيه. نمشيو نتكلموا معكم مسيل لواحد القضيه اللي كتهم دائما بطبيعه الحال، العلاقات الخارجيه ديال المغرب مع اسبانيا. كان نورمالمون الملك فيليبي السادس هو والزوجه ديالو كانوا غادي يجيو سبتهم ليليا باش يزوروا زعما الرعايه، لانه محسوبين على اسبانيا. شوف مستعمرتين جوج ديال المدينات مغربيه هي في الحدود ديالنا هي، ولكن اسبانيا هي اللي منازله مجريه المدينات بجوج. دونك بالنسبه لهم تاهم بطبيعه الحال الاسبانيين اللي تما راهم الرعايه ديالهم. مي في الدقيقه 90 هو يتم الالغاء ديال الزياره، ما بغاوش يجبدوا صداع مع المغرب، ما بغاوش يجبدوا باش توتر عاوتاني العلاقه، لانه الا جاوا زاروا غادي تعاود عاوتاني تنوض عاوتاني بالبالا. ودونك يلا عاد ما بدات القضيه كتكالما واحد شويش. وكنعرفوا ان هذه القضيه دي ديال الصحراء بطبيعه الحال المغربيه، ما انا صراحه ما كنفهمش هذه المساله هذه. انت مستعمر اسباني خرجتي من الصحراء، ولاش مازال كدعم الجزائر وكدعم الخريطه؟ صافي خويا خرجتي صافي سي بون، راه خويا السويطه السلام عليكم. انا هادشي انا كان والله كنعرفها ببساطه زعما بحال ما هكا، ما كنعرفش هذيك لا خرجتي ومازال كت شي وحدين كيلعبوا في اللور او لا هذا. دونك نتمنوا ان هاد الدوسي هادي تحل توا قريبا ان شاء الله، ولا ما بقى حد يدخل حد. ياك دابا غادي كل بلاد كتضرب كتقاتل على راسها، وخلينا نتقاتلوا على راسنا. نمشيو نتكلموا على شنو اللي واقع في روسيا. داروا بطبيعه الحال واحد الاستفتاء اللي كيرخص لبوتين انه أو جوج ديال الحوايج اللي مهمين اللي خدم عليهم هو في هذه المساله هذه. اولا كيرخص ليه انه يولي يبقى رئيس ديال، لانه غادي يزيد عوده ثانيه قدم راسه الانتخابات رئيس ديالهم حتى 2036 14 عام اخرى جديده. هذه الاولانيه، هذه دابا مكتوبه. و واحد المساله اللي احنا كمسلمين كاع المسلمين متفقين عليها، سي الزواج والمؤسسه ديال الزواج سي بين رجل ومراه، كاين شي حاجه اخرى؟ كاع ما رخص هو اختي داكشي اختي تو نو نو بصح اي سي في هذه المساله. شوف انا كل انا ما كنبغيش ندخل في هذه لي زوريونتاسيون، كل واحد وفين شاد. انا ماشي سوقي في عباد الله، تشوف كل واحد كيدير داكشي اللي بغا هو واللي علاه هو وبينه وبين اللي خلقه يدبر راسه ديك الساعه. شوف راه غادي يتحاسب عليها. مي سي فغي المؤسسه بالنسبه ليا هذه المؤسسه ديال الزواج سي مير، راه ربي خلقنا راجل مع امراه زعما
كي غادي دير ليغو ما كاتش دي فوا ما كتفهمش سي فري كو سي واحد الموضوع اللي هو حساس جدا لانه اليوم فوالا كنشوفوا بزاف ديال الناس بدات كتكلم على هاد المسائل هادو بزاف ديال الناس ولات عندهم توجهات جنسيه فوالا مختلفه على اللي معترف عليه شحال هادي ولو انه كانت من ديما دونك فوالا سي دونك ملي كتدخل لهذا الموضوع هذا خصك تدخل لابس كاسك وكتهضر غير بشويه لا تصدق تصدق جابت شي صداع ولا جابت شي مصيبه كحله. اخر خبيره غادي نتكلموا عليها هذا الصباح هي اللي كتهم فينيز الايطاليه حلوا واحد من اكبر المسارح فينيز وداروا فيها ان سبيكتاكل تخي تخي بو سبيكتاكل الناس طايت الحال ما كاينش هذاك التباعد الاجتماعي اللي خصو يكون ديال بيني وبينك مترو وهذا ولكن بنادم كلشي المعقم في الاول ملي كيكون داخل الماسك ديالو كتعبر له الحراره ديالو مريح في بلاصتو ما تقيس فيا ما نقيس فيك تو اي سورتو دوك لي لوج ديالهم ديال لي زوبيرا اللي كيكونوا الفوق ديال الاوبيرا مانيفيك كتلقى كل كوبل مريح بوحدو سميتو ولا الصال حتى هي واخا كوك مخليين واحد شويه ديال تشوف كيبان لك ان الانسان حاضر راسو دونك فوالا اي جو بونس كو تم بعض التغييرات الله اعلم في المسافه ما بين كرسي وكرسي تشوف جاب لي الله بحال واحد شويه عرضوا المساله اكزاكتومون دونك فوالا نتمنوا انه ان شاء الله قريبا كذلك نشوفوا في المغرب انه فوالا لي سال دو سبيكتاكل يتفتحوا لانه بزاف ديال الناس واكلين العصا الموزعين ديال السينما لي زارتيست وزيد 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 واللي مهم طايح الحال هو اننا سورتو نحافظوا على الصحه والسلامه ديالنا راه كنتقاتلوا على حاجه وحده راه بعض المرات بنادم كينسى كنتقاتلوا على حاجه وحده سي كو عارفين بلادنا وعارفين الامكانيات ديال بنادنا ما يمكن ليكش تمشي فوق الطاقه ديالك انت ماشي عندك طوموبيله قد يلاه كتصل 120 وبغيتك سيري تمشي بها ب 200 ما يمكنش تفرق على الموتور شريف دونك فوالا عارفين القطاع الصحه كيفاش شنو داير عارفين شوف انا ديما كنقول هذه الكلمه حنا مغاربه وهذه بلادنا وعارفينها باش مسقيه وعارفين حنا شنو دايرين فيها تشوف دونك فوالا مابقاوش نتزيدوا على 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 بعضياتنا.